السلام عليكم. أولا وقبل أن نبدأ في التحليل ونتحدث عن موقع في المباراة، إلى قاع جماهير الأهلي في جميع العالم، الريسبكت لكم، تستحقون الاحترام والفريق الأهلي يستحق الاحترام على هذه المباراة القتالية اللي قدم. نعم تستحقون الريسبكت. لنكون واقعيين أخوتي، أنت تلعب مع الباير بأقوى نسخة في تاريخها عبر الزمن، أقوى نسخة للباير هي هذه، هجوميا وسطيا حارس المرمى، العيب في الدفاع، ولكن حتى الدفاع في الأظهرة من أفضل الأظهرة في العالم ربما وفي تاريخ يعني الباير. كنا علينا نحترم الأهلي، أنك تخسر ب2-0، فريق خسر ب8 وبرشلوني فريق البارسا خسر ب8، الأهلي فقط خسر ب2 مع مباراة أسطورية. نعم غتقول لي أن الأهلي اكتفى فقط بالدفاع وركن الباص وركن الحافلة ورجع إلى الدفاع ويدافع فقط، يترك لهم كهربا لوحده في الشوط الأول وفي الشوطين ذلك اللاعب الكونغولي. أنا هنا غنتفق معك في واحد الحالة ولكن غنختلف معك في الحالة الثانية. علاش؟ لأنك مع الباير لو فتحت اللاعب وأنت لا تمتلك لاعبين سريعين جدا قويين بدنيا، يعني نعم الشحات مهاري وسريع، ولكن هل هو قوي بدنيا مثله مثل كومان أو مثله مثل غنابري؟ لا. مثله مثل ليفاندوفسكي؟ لا. يعني موسيماني كان واقعي وممتع في نفس الوقت. يعني كيف مقنع وممتع؟ مقنع أنه يعرف أن أسلحته ليست في الميزان، ليست مثل أسلحة الباير، هذا واضح. ولكن في الشوط الأول أنا ما أغضبني صراحة هو عندما الكرة تصل عند الشناوي. لماذا الشناوي يفكر أول حل أن يشتت الكرة؟ لماذا يا الشناوي لا تفكر أن تبدأ اللعب، أن تبدأ أهمية الدفاع في الكرات القليلة التي لعبها الأهلي؟ وصلت جميلة جدا، والكرات التي كانت تلعب الثنائية التي ترفع لكهرباء كانت تشكل شيئا ما خطورة على الباير، وشفناها في كرة ذلك طاهر اللي ما عرفتش لماذا راوغ بوتينغ ويريد أن يراوغ مثل ميسي مرتين، في حين أنه راوغ المرة الأولى. اركنها يا أخي، سحاول أن تسدد على نوير، نريد أن نختبر نوير بأقدام رجال الأهلي. هذه كانت فرصة في الشوط الأول. أيضا كانت الفرصة الرأسية ديال طاهر أيضا اللي بكل صراحة زوينة من هاني، وهاني بكل صراحة خوتي علاش قلت لكم ريسبكت؟ لأن هاني نجم مباراة، اللاعب اللي كانت الأسهم الانتقادات وقال لك هو أنه الحلقة اللي غتكون ضعيفة اليوم. بالعكس، الهدف من جاء الهدف الأول؟ جاء من جهة علي معلول. الهدف الثاني من أين أتى؟ من جهة اللي كان لاعب فيها علي معلول أيضا اللي عوض أيمن أشرف بخروج علي معلول المصاب. يعني أيمن أشرف اليوم أدى ووفى وأقنع وأبدع وأمهر وفعل كل شيء، رئته وضع في الملعب، يعني حارب كومان وفي واحد اللقطة يعني كيف قرى كومان وقطع له يعني مراوغة صعبة، وهذيك هي المراوغات اللي معروف بها كومان، قطع هاني لوحده اليوم. هاني بانو دار مباراة زوينة يعني جميلة جدا، ولكن خسرها في الهدف الثاني تاع ليفاندوفسكي. علاش بانو ما ترجعش؟ قلب الدفاع الاخر داك ياسر ذهب عند صانيلي يغطي عليه، انت ابقى مع ليفاندوفسكي، لماذا تحركت انت ايضا وتركت ليفاندوفسكي لوحده؟ هذا هو مشكلي مع بانون اليوم بكل صراحه. حتى وانا مغربي اعترف ان في ذلك الغلط تاع بانون، غلط بانون 100%، لان في الشوط الاول او قبل تسجيل هدف قدم مباراه كبيره، كم من عرضيه انقذها بنفسها كانت دايبه لليفاندوفسكي، قطعها بانون هو الذي قطع كم من كره لليفاندوفسكي. شاهدنا اليوم يعني قتالية وفدائية من حمدي فتحي اليوم، كيف يعني قطع على صاني، قطع على غنابري، قطع على مولر رأيتمه في الشوط الأول لم نراه، لأن حمدي فتحي وزيد عليهم حتى السولية بالرغم من أنه لم يظهر اليوم، يعني خنق مولر لم يظهر ذلك المفتاح الذي يصنعون منه اللعب. فاعتمد الباير في الشوط الأول يعني اعتماد كلي على أن كيميتش عندما يستلم الكرة يعطيها لا إما الجنابري إما الكومان ليرفعوا العرضيات لمولر اللي عفوا لليفاندوفسكي، وما رأينا تشي كرة. يعني حتى تلك الاختراقات تاع جنابري كان يتصدى لها هاني، كان يتصدى الاختراقات تاع كومان، كان معلول يعني كيف ما نقولوا جيد جدا قبل تسجيل هدف، لكن في لقطة الهدف لم أرى معلول. أين كان معلول؟ لم أراه، كان متشتت في المربع، في حين أن كومان يفعل كل شيء لوحده في الجانب يعطي هدف. بكل صراحة مشكلي مع الهدف أن المدافعين كلهم يعني يدخلون وسط الشباك يريدون أن يغطوا الشباك، في حين أن الأولوية أن يكملوا نفس النهج اللي بدأوا به المباراة، اللي هو عندما يستلم أي لاعب من الأهلي الكرة ترى بسرعة البرق يأتي إليه لاعب ويضع التاكل، يعني يتاكله برجله خطأ أو يقطع من الكرة. في تلك اللقطة بالذات لو أن كل أولئك المدافعين خرجوا من الشباك وذهبوا ليغطوا على ليفاندوفسكي ويغطوا على كيميتش
لما ستسجل الهدف الأول، لأنهم تركوا له المساحة ليسددها على راحته على راحته. ولكن في ديك اللقطة بالذات لا أحمل الآلي أن الضغط وتلعب أمام فريق سريع، فريق يعني يحاول بشتى الطرق بالعرضيات بالاختراقات، رأينا كم من اختراق تاع كومان. الشناوي أيضا كان جميل في الشوط الأول قبل تسديد الهدف، وأيضا بعد تسديد الهدف ظل أنقذ الآلي من أهداف محققة كثيرة. ولكن أنا قلت لكم مشكلي مع كهربا في الشوط الثاني، هنا غادي يبدأ المشاكل تاعي مع كهربا. كنت مطالب من موسيماني يغيروا بعد ذلك اللقطة، كيفاش أن تعطاته كرة عالية ووضع بلوك جميل جدا، ولكن البلوك عوض أن تقدم البلوك وأنت تنطلق نحو المرمى، لا وضع البلوك جميل ولكن عاد به إلى الخلف. لماذا يا كهربا لماذا؟ أحسن بلوك داره ربما كهربا في مسيرته هو هذا، ولكن ما بعد لم يكن جميل، سيء جدا ما بعد الكنترول. كان خصو يخرج، كان خصو يخرج بعد ذلك اللقطة. السولية كان خصو يعوضو ألي ديونغ، ما كانش خص أفشا يخرجو بالرغم من أنه تعب، لأن على الأقل أفشا غادي يصنع لك شي كرات. الشحات أيضا ما كانش خصو يخرج، ما كانش خصو يخرج. واخا شوفوا في الشوط الثاني ما دافع على اللي ذلك الظاهر الأيسر الشاب عندهم، يعني عذبوا الشحات في واحد اللقطة، ولكن راوغ راوغ راوغ، ولكن تلك اللمس الأخير، عطيه الأسيط الشحات اللي كاين خرج، عطيه شوت، عطيه يسدد، ما عطاش. وبكل صراحة أنا بقى في هذا المجهود اللي هما يداروا الأهلي، مباراة واعرة، وقفوا لدرجة أن المدرب ديال الباير بعد تسجيل الباير الثاني شوفوا الفرحة ديالو كما لو أنه فاز بالشامبيونز ليج، لأنه اختنق اليوم من الباير من الأهلي عفوا، اختنق بما تحمله الكلمة من معنى. وبكل صراحة اللاعبين يشكرون على هذا الأداء، قدموا مباراة أسطورية بكل صراحة. غنقول لكم مازال تستحقون الاحترام على هذا المجهود، قصيتوا الدحيل اللي فاز على بطل آسيا، لعبتوا مع الباير مباراة للتاريخ، لن ينساها التاريخ، أنكم حاولتم وقاتلتم وفي نفس الوقت لم تستسلموا بالرغم من تسجيل الهدف الأول أو حتى الثاني، ظلوا يحاولون. ورأينا الباير في آخر الدقائق بدأت فقط تدور الكرة، لأن لا تريد أن تتعرض لحسابات تسجيل الهدف والضغط ومسلمان هذا المدرب، أن تخسر أمام الباير فهذا بحد ذاته راه إنجاز أخوتي وإنجاز عالمي. وكيف ما قلت لكم هذه رسالة مغربي شاف المباراة ديال الأهلي، ما بغيتش نحللها بزاف لأن شفنا الأهلي لعب فقط على الدفاع المرتد 90 دقيقة كلها، بالرغم من التغييرات في الشوط الثاني، شريف ذلك الكونغولي، أيضا ذلك مصطفى محمد، ماشي مروان محمد الآخر، صلاح محسن عفوا، نعم تغييرات هجومية كثيرة، ولكن ما شفناش اللعب الهجومي، لأن مع الباير ما خصكش تهاجم، هذه هي الطريقة. وتخيل معايا أن بهذا اللاعبين وبهذا الأداء خرجوا بجوج لزيرو، في حين أن وجود ميسي سواريز 8-2 عفوا، يعني بكل صراحة احترمون. والأهلي كيصبح الفريق الثاني بعد الرجاء المغربي، هذه النقطة اللي بغيت نقول نكمل بها نختم بها الفيديو. الرجاء هو الوحيد اللي خسر مع الباير ب2-0 في مباراة يعني شفناها في 2014 ربما في نهائي كأس الأبطال العالم، هو هذا الكأس نيت العالم للأندية، خسر الرجاء 2-0 مع الباير، هي نفس نتيجة الأهلي مع الباير، وهذو هما الفريقين في إفريقيا الوحيدين اللي شرفوا إفريقيا أندية في العالم أمام نفس الفريق اللي هو الباير. ولكن لأكون صريحا معكم، باير في ذلك الوقت ماشي هو الباير، الباير مرعب، وأقول أتمنى أن البارسا أن تكرر أن تختبر مع الباير، نستحق فرصة ثانية، ليس لنفوز ب8-2 ولكن على الأقل تفوز عليه، هذا الفريق يستحق فريق يفوز عليه. والأهلي شكرا لكم على هذا المجهود وعلى هذه المباراتين اللي واعرين 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 بزاف، وهذه الصراحة ليست الصباغة أو الكلام المعسول، صراحة يلا تصبحوا على خير، والجمهور ديالكم خصو يفتخر بكم.